اليوم لما يجي عبالنا شربة مي باردة، ما في أسهل من أنه نفتح البراد ونطالع مي، أو نكبس زر الكولر وتنزل لنا المي الباردة. بس بتعرفوا كيف كنا زمان نبرد المي؟ بالفخار. إيه، كنا نحط المي بجرة الفخار، منه بتضلها باردة ومنه بتتصفى وبتتنقى. طيب شو بتعرفوا عن صناعة الفخار بسوريا؟ خليكن معنا، رح أخبركن أنا شو بعرف. بيرجع تاريخ صناعة الفخار بسوريا لبدايات القرن الثامن قبل الميلاد، وتطورت هاي الصناعة عبر الزمن لتوصل للشهرة العالمية بالعصر الفاطمي، يلي أنتجت فيه أروع وأجمل القطع الفنية يلي ممكن نشوفها اليوم بالمتاحف العالمية. وبالعصر المملوكي صارت للخزف الإيشاني شعبية كبيرة بدمشق، بس صناعة الفخار استمرت بتطور لحتى صار يتسمى عالميا الفخار الدمشقي. ومنقدر نشوف اليوم نماذج من الخزف والفخار الدمشقي بعدة معالم تاريخية بالمدينة، مثل التكية السليمانية ومسجد سينان باشا ومسجد درويش باشا. أما أول ظهور بالعالم للأختام الفخارية المسطحة كان بسنة 5600 قبل الميلاد بموقع رأس شمرة الأثري بمملكة أوغاريت، يلي بتتبع اليوم محافظة اللاذقية وبتبعد عنها 14 كيلومتر. منيجي هلأ لصناعة الفخار. كلنا منعرف إنه الطين هو المادة الأساسية يلي بينصنع منها الفخار. بياخده الصانع وبشكله بهيئة معينة، وبعدين بشوي بالنار وبيعمل منه جرة أو قدر أو كوب أو فنجان أو صحن أو إبريق. وقبل اكتشاف النار كانوا صناع الفخار يشكلوا الطين بإيديهم وبعدين يعرضوه للشمس لحتى ينشف، بس بعد اكتشاف النار صاروا يحرقوها بالنار لتكون أكثر قوة وصلابة. ومع الوقت صاروا يتبعوا ثلاث طرق لصناعة الفخار. الأولى هي الطريقة اليدوية يلي بيشكل فيها الصانع القطعة الفخارية وبعدين بيحطها بفرن خاص مشان تتعرض للنار. الطريقة الثانية هي طريقة القوالب، وبهي الطريقة بيصب الصانع الطين بقوالب مصممة لتشكيل الأواني والأدوات الفخارية، وبعد ما يصبها بالقوالب بيحطها بالفرن وبيعرضها للنار. الطريقة الثالثة هي أكثر الطرق المعروفة، هي طريقة الدولاب أو العجلة. والدولاب هو آلة مخصصة لتشكيل القطع الفخارية، بيحط الصانع فيها الطينة وبيدورها برجله وبيشكلها بإيديه خلال دوران الدولاب. ولا تفكروا الموضوع سهل، صناعة الفخار مهنة بدها معلمية وحرفية، بتبين بتشكيل الفخار وضبط حرارة الفرن أو مدة تعريض القطعة للنار. اليوم ومع تطور التكنولوجيا ما عاد شفنا الفخاريات غير بالمتاحف أو مرسومة على اللوحات أو مركونة بشي زاوية من زوايا البيت كديكور، بس رغم هيك بتضل الفخاريات جزء كتير مهم وأصيل من تراثنا يلي ما بينتسى. Oh.